الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. هذه الترجمة التي عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة عظيمة في بيان فضل تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد هو تمام العناية به تكميلا له وتتميما وإبعادا له عن القوادح في أصله أو القوادح في كماله، إبعادا له عن النواقض والنواقص، النواقض التي تنافي أصله والنواقص التي تنافي كماله الواجب. ولهذا فإن تحقيق التوحيد هو تصفيته وتنقيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أما الشرك فينافي التوحيد بالكلية، وأما البدع فإنها تنافي كمال التوحيد الواجب، وأما البدع فإنها تنافي كمال التوحيد الواجب، وأما المعاصي والذنوب فإنها تنقص ثوابه وتضعف أجره. فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تنقص أجره وتضعف ثوابه. وعليه فإن العبد لا يكون محققا للتوحيد، أي متمما له مكملا، إلا بمجانبة الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وبالسلامة من البدع والمعاصي. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. معنى ذلك أنه يدخل الجنة دخولا أوليا، يدخل الجنة دخولا أوليا، لا يمر قبل ذلك بمرحلة حساب أو عذاب، لأنه جاء بعمل مصفى، أنه جاء بعمل مصفى، جاء بعمل نقي، فلم يكن هناك ما يوجب أن يعذب عليه أو أن يعاقب عليه، لأنه كمل توحيده. وهذه درجة عالية، درجة عظيمة في الاتيان بالتوحيد، أن يحقق التوحيد، بمعنى أن يكمل التوحيد ويتممه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام قدوة الحنفاء وإمام الموحدين،
قد قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإبراهيم إمام الحنفاء وقدوة الموحدين وإمام محققي التوحيد. وهذه الصفات الأربع التي وصف الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم الخليل عليه السلام هي صفات محقق التوحيد. ولأجل ذا أورد المصنف رحمه الله تعالى الآية هنا: هذه صفات محقق التوحيد أي مكمليه، صفات مكملي التوحيد ومتمميه، هذه صفاتهم. والله عز وجل ذكر هذه الصفات ليقتدي العباد بإمام الحنفاء، ليقتدي العباد بإمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه. الصفة الأولى من هذه الصفات الأربع قال: كان أمة، كان أمة. وقيل في معنى وصفه عليه السلام بأنه أمة، قيل في معنى ذلك قولان. الأول أنه أمة بمعنى أنه اجتمعت فيه صفات الخير وأعمال الخير والصفات الفاضلة والأخلاق العظيمة، اجتمع فيه ما تفرق في أمة، فصار أمة باتصافه بالخير واجتماع صفات الخير فيه عليه السلام، اجتمع فيه ما يجتمع في أمة، اجتمع فيه ما يجتمع في أمة، فاستحق بذلك أن يكون أمة واحدة، أن يكون أمة واحدة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: أمة أي إمام، أمة أي إماما على الحنيفية وقدوة يقتدى به عليه صلوات الله وسلامه. والمعنيان متلازمان، أحدهما يترتب على الآخر، أحدهما يترتب على الآخر. فإنه أمة على الحق وحده اجتمعت فيه صفات الخير، وترتب على ذلك أن كان إماما في الخير، ترتب على ذلك أن كان إماما في الخير وقدوة للعباد. ولهذا قال الله سبحانه: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فجعله أسوة وقدوة عليه السلام للعباد. الصفة الثانية قال: قانتا لله. الصفة الثانية قال: قانتا لله. والقنوت مداومة الطاعة وملازمة العبادة، فكان عليه السلام على هذا الوصف خاشعا مطيعا ملازما لعبادة الله مداوما على طاعته سبحانه وتعالى. الثالثة من هذه الصفات قال: حنيفا. والحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم. ومعنى حنيفا أي مائلا، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه، مقبلا على الله سبحانه وتعالى، مقبلا على معرضا مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه. والحنيفية ملته، الحنيفية ملته، وهي تحقيق التوحيد، وهي تحقيق التوحيد وتكميله وتتميمه. الرابعة من صفاته: ولم يكن من المشركين،
ولم يكن من المشركين، وهذا فيه مفارقته عليه السلام للمشركين بالقلب واللسان، بالقلب والقالب، مفارق لهم، مباعد في جانب بعيد عنهم، مثل ما قال في دعاء عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكان في جانب بعيد عنهم، مفارق لهم بالقلب واللسان والبدن. وإضافة إلى ذلك أنكر ما هم عليه من الشرك والتنديد واتخاذ الأوثان، وتبرأ منهم ومما يعبدون: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. في الآية أخرى قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن هذه الصفات التي ذكر سبحانه وتعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام هي صفات محقق التوحيد، ومن اجتمعت فيه حقق التوحيد، من اجتمعت فيه حقق التوحيد، لأن هذه الأوصاف هي الغاية في تحقيق التوحيد وتكميله، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأسي به عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال: وقول الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية جاءت في ضمن جملة من الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات المؤمنين الكمل، يذكر فيها سبحانه وتعالى صفات المؤمنين الكمل الذين يسارعون إلى الخيرات والسباقون إلى كل خير، الذين يسارعون للخيرات وهم سباقون إلى كل خير. ذكر الله عز وجل جملة من الصفات للمؤمنين الكمل، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن هذه الصفات السباقين إلى الخير، المسارعين في الخيرات، المحققين للتوحيد، المحققين للتوحيد. فذكر الله سبحانه وتعالى لهم جملة من الصفات: الصفة الأولى الخشية، الخشية من الله سبحانه وتعالى، أي خوف القلوب ووجلها من الله، إدراكا منهم لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، فقلوبهم وجلة، قلوبهم فيها خشية من ربهم. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون. والخشية مثل ما قال الله في آية أخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية خوف عن علم، خوف عن علم، فهم علموا الرب، علموا صفاته ونعوته وعظمته وجلاله، ما أوجب في قلوبهم خوفا منه، وأيضا علموا من صفاته ما أوجب في قلوبهم محبة له، وعلموا من صفاته ما أوجب لهم رجاء وطمعا فيما عند الله، وهذا ثمرة حسن معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا ثمرة حسن معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا من أعظم نعوت محقق التوحيد حسن المعرفة بالله،
حسن المعرفة بالله وعظمته وصفاته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لأن هذه المعرفة الصحيحة بالله هي التي تثمر تحقيق التوحيد وتكميله. والصفة الثانية قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، وهذا يتناول آيات الله الكونية، يتناول آيات الله الكونية ويتناول آيات الله الشرعية. يؤمنون بآيات الله العظيمة، السماوات والأرض والجبال وغيرها من مخلوقات العظيمة الدالة على عظمة خالقها وكمال مبدعها، وأيضا آياته الشرعية، الآيات المتلوة، كلام الله عز وجل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الثالثة من الصفات: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره ولا يشركون معه في العبادة أي أحد كائنا من كان، بل يوحدونه ويخلصون الدين لله ويعلمون علم يقين أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك فقد بلغ الغاية في تحقيق التوحيد. الرابعة من صفات هؤلاء قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والمعنى يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقربات وقلوبهم خائفة ألا يقبل منهم. بهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. جاء في المسند وغيره أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون ما يفعلون من المعاصي وهم خائفون أن يعاقبوا عليها؟ هل هذا المراد؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. سنة المسلمين مضت من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا انتهى رمضان وقد صاموا وصلوا وقاموا وتصدقوا وفعلوا أنواع الطاعات، يقول بعضهم لبعض: ماذا تقبل الله منا ومنكم؟ هذه سنة ماضية من زمن الصحابة، تقبل الله منا ومنكم. لا أحد يجزم لنفسه أن عمله قد تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. لا يدري هل كمل عمله، هل وفاه، هل فيه نواقص، هل فيه تقصير، هل فيه خلل. والذين يؤتون ما آتوا يقدمون ما يقدمون من طاعات وقلوبهم مجلة، أي خائفة ألا تقبل منهم تلك الأعمال. إذن هذه الصفات، ومن أبرزها وأعظمها قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الصفات محقق التوحيد، هذه صفات محقق التوحيد. نعم. قال رحمه الله: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي يرويه حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وهو من علماء الحديث. وحسين بن عبد الرحمن يروي هنا مجلسا جميلا للغاية، ماتعا مفيدا من مجالس التابعين. مجالس التابعين رحمهم الله تعالى كيف كانوا يتحدثون، كيف كانوا يتحاورون، كيف كانوا يتبحثون العلم. ولهذا أنا أنصح مثل هذه المجالس أن يحرص طالب العلم أن يستفيد منها، يتربى عليها، ينظر كيف كانوا يتحاورون، ما هي طريقتهم في بحث المسائل، في الحوار، في النقاش، في تنبيه بعضهم على بعض المسائل. فهذا مجلس حقيقة بديع جدا، في معاني جميلة في الحوار وطريقة الحوار. يقول حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من أعلام التابعين، سعيد بن جبير من أعلام التابعين ومن كبار أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم، روى عنه أحاديث. فقال أي سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يتحدث الحاضرين من منكم رأى الكوكب الذي انقض؟ الكوكب معروف، وانقض أي سقط، معنى انقض أي سقط. من منكم رأى الكوكب الذي سقط البارحة؟ والبارحة تطلق على أقرب ليلة مضت، يعني الليلة القريبة التي مضت. من منكم رأى الكوكب؟ فقلت القائل حسين أنا، أي أنا رأيته، أنا رأيته. الكوكب انقض في وقت نوم الناس، لأن لو كان وقت يقظة الكل يرى، لكن وقت النوم وحالهم ليست كحالنا، حالهم مع النوم تختلف عن حالنا تماما، ولا فيها إضاءات في الشوارع ولا في أنوار، كل الدنيا في الليل سكون، وداخل المدن الليل كله ظلمة ما في أنوار. فيأوي الناس إلى فرشهم، لا يقوم إلا من، إلا الذي عنده صلاة، أما مصالح وأعمال وأشغال هذه ما توجد نهائيا، فلا يقوم إلا من يقوم ليقضي حاجة، يقضي حاجته أو يصلي. فلما قال أنا أي رأيته، ما أحب رحمه الله أن يحمد بشيء لم يكن يفعله ذاك الوقت. الآن إذا قال أنا رأيته سكت، سيظن به ماذا؟ أنه يصلي، كان قائم يصلي، ما كان يصلي، كان مشغول بأمر آخر. فما أحب أن يحمد بشيء لم يكن يفعله. قال أنا، ثم مباشرة تدارك قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة، ما كنت أصلي. لا تظنون أن لأن من يقول أنا في ذاك الوقت ما يظن فيه إلا أنه كان يصلي. قال أما إني لم أكن في صلاة، ما كنت في صلاة، ما أحب أن يحمد بشيء لم يكن يفعله في ذاك الوقت. وبين لهم ما الذي
تسبب في كونه مستيقظ في تلك الساعة من الليل. قال ولكني لدغت، ولكني لدغت أي لدغته عقرب، لدغته عقرب. وإذا لدغت العقرب الإنسان نفذ السم في البدن، وإذا نفذ السم في البدن أوجد ألما عظيما شديدا موجعا لا يستطيع معه الإنسان الرقاد والنوم، فكان مستيقظا بسبب لدغة العقرب. ولكني لدغت. الآن تحول الحوار في المجلس على ما الذي فعل، وهذا حوار طبيعي، ما الذي فعل يعني لما لدغته العقرب؟ قال ولكني لدغت. قال فما صنعت، فما صنعت؟ هذا السؤال ما صنعت ألطف سؤال ينبغي في مثل هذا الموطن، لأنك تنشغل بحال من؟ تنشغل بحال المصاب المريض، تطمن عليه، ماذا فعل، كيف تعالج، كيف تداوى، ماذا صنع، ما صنعت، هذا اهتمام به. بعض الناس في مثل هذه الحالة ينصرف عن الاهتمام بالمصاب إلى الذي تسبب بإصابته، فيبدأ يوجه الأسئلة عن العقرب، ما لونها، ما حجمها، من أين جاءت، كيف وصلت إليك، يسأل عن العقرب ما يسأل عن الشخص المصاب. انظر اللطف، قال ما صنعت، ما صنعت، يعني لما لدغتك أي شيء صنعت، اهتم بأمري أخي. قال ارتقيت، قال ارتقيت. في لفظ عند مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني، استرقيت أي طلبت من يرقيني. قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك، فما حملك على ذلك، ما الذي حملك على أن تسترقي، ما الذي دفعك إلى هذا الأمر؟ هو هنا يطالبه بماذا؟ بالدليل. لما يقول ما حملك على ذلك يعني ماذا عندك من دليل على هذا الأمر. قلت حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم، أخبرنا بالحديث الذي حدثكم به. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا دليل الآن في المسألة، لا رقية إلا من عين أو حمى. وقوله لا رقية هذا ليس حصر للرقية في هذين الأمرين، ولكن ذكر لأنفع ما تكون الرقية في هذين الأمرين. فمعنى لا رقية أي أشفى وأولى وأنفع من رقية العين والحمى، من رقية العين والحمى. وهذا لا يمنع من جواز الرقية ونفعها في غير ذلك من الأمراض، لكنها في العين والحمى هي من أنفع ما يكون وأعظم ما يكون. قال أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، إلا من عين أو حمى. والحمى هي لدغة ذوات السموم من حية أو عقرب. إذن هذا نص في المسألة، هو مصاب بحمى لدغة عقرب، والحديث نص في المسألة التي هو فيها، فعمل به. فماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. يعني أنت الآن احتجت إلى أمر أن تفعله واستذكرت فيه دليلا وعملت بالدليل، أحسنت، أحسنت، أحسنت صنعا أن عملت بالدليل الذي سمعته وبلغك. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، أي أحسن صنعا من فعل
بما بلغه من العلم، فعل بما بلغه من العلم. وهذا بخلاف من يعمل بلا علم، يعمل بجهل، وبخلاف أيضا الذي لا يعمل ولا لا يعلم ولا يعلم كلها، فكل من هذين مسيء. المحسن من هو؟ الذي يعمل بالعلم، يبلغه العلم ويعمل به. والمسيء الذي يعمل بلا علم، بجهل، أو لا يعمل، أو لا يعمل أصلا، يعني لا يعمل، يبلغه العلم ولا يعمل به، يبلغه العلم ولا يعمل به. قال سعيد بن جبير: ولكن حدثنا ابن عباس. الآن لما قال أحسنت ثم يورد له حديث، هل الحديث الذي أورده له أورده ليخطئ الصنيع الذي فعله، أو ليرشده إلى درجة أكمل؟ هل هو الآن لما أورد له هذا الحديث أورده ليخطئه فيما صنع؟ لو كان يخطئ فيما صنع ما قال له قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، لكنه أورد له حديث ابن عباس لينقله إلى درجة أعلى، مرتبة أرفع، فأفاد الأول أن الاسترقاء جائز، جائز سواء يرقي نفسه أو يرقيه غيره، هذا جائز مباح، لكن خلاف الأولى أن يسترقي، يطلب من غيره أن يرقيه، خلاف الأولى كما سيأتي معنا في الحديث الذي دله عليه ابن كما في الحديث الذي يأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن لما قال ولكن حدثنا ابن عباس، ما أراد بذلك أن يخطئه في صنيعه، وإنما أراد أن ينقله إلى ماذا؟ إلى درجة أولى وحالة أكمل وأرفع من الذي فعل. أيضا استشعر هنا اللطف الجميل في الخطاب وبيان الدرجة الأولى والأكمل، يعني بعض الناس قد يبين للآخر الدرجة الأولى لكن بأسلوب فيه جفاء، في جفاء، أسلوب فيها يعني ألفاظ جافية. قال: لا أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، يعني الأمم يوم القيامة، الأمم يوم القيامة، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراه أمثال الأمم، أراه سبحانه وتعالى أمثال الأمم إذا جاءت يوم القيامة كل أمة مع نبيها. فرأيت النبي ومعه الرهط، رأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة دون العشرة، رأيت النبي ومعه الرهط يعني مع جماعة أقل من عشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني يأتي يوم القيامة نبي ولم يتبع من قومه إلا رجل واحد، ويأتي يوم القيامة نبي ولم يتبع من قومه إلا رجلان، والنبي وليس معه أحد، ويأتي النبي يوم القيامة ولم يتبع أحد من أقوامه، بل بعض الأقوام قتلوا أنبياءهم، بعض الأقوام قتلوا أنبياءهم، فحالوا بين أنفسهم وبين هذا الخير الذي مع هذا النبي الذي بعث إليهم، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، سواد عظيم أي أشخاص كثيرون، أشخاص كثيرون من بعد لا يدري من هم، سواد عظيم، أشخاص كثيرون جدا، فظننت أنهم أمتي. لماذا ظن أنهم أمته؟
لأنهم لكثرتهم لكثرتهم وقد أوحي إليه بكثرة أمته، قد قال عليه الصلاة والسلام إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فظن لما رأى كثرتهم ظن أنهم أمته عليه الصلاة والسلام. فقيل لي هذا موسى وقومه، قيل هذا موسى وقومه أي أتباعه على دينه عليه السلام، وهذا فيه فضيلة موسى وفضيلة أتباعه وأنهم كثيرون جدا، بل إن موسى كما ذكر موسى عليه السلام أكثر الأمم تابعا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، يعني من كثرتهم أكثر من السواد الأول، وفي رواية فإذا سواد يملأ الأفق، فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك، فقيل لي هذه أمتك. الأمة هنا المراد بها أمة الإجابة، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام تطلق ويراد بها أمة الدعوة، وتطلق ويراد بها أمة الإجابة، المراد بها هنا أمة الإجابة يعني الذين استجابوا لدعوتك. لكن الذين استجابوا لدعوته على أقسام، اقرأها في الآية، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. هذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والترجمة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب أي ولا عذاب. قال يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي دخولا أوليا، لا يمرون بمرحلة حساب ولا بمرحلة تعذيب. لماذا؟ لأنهم كملوا توحيدهم وحققوا توحيدهم. جاء في بعض الأحاديث بسند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصه على أمتي، أنه قال فاستزدت ربي، فاستزدت ربي، طلبت أن يزيد 70,000 أن يزيد على 70,000 في الأمة، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، فزادني مع كل 1,000 70,000. ثم نهض أي النبي عليه الصلاة والسلام من المجلس لما حدثهم بذلك، ودخل منزله عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في أولئك يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خاضوا فيهم من حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا المقام العلي الرفيع، خاضوا فيه. من هم؟ اجتهاد، بدأوا يجتهدون من هؤلاء، ما صفاتهم التي استحقوا بها الدخول للجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم، هذه اجتهادات الآن الصحابة رضي الله عنهم، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إدراك منهم رضي الله عنهم لفضل الجيل الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني،
فعندهم في ذلك نصوص تدل على فضل الجيل الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتهم الرفيعة، وفرق بين عملهم وعمل من بعدهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم يعرفون مكانة ومنزلة الجيل الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام وشرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، ولدوا على الإسلام على الفطرة، نشأوا بين أبوين مسلمين وتربوا على الصلاح ونشأوا على الصلاح وماتوا على الصلاح. فبعضهم قال لعلهم هؤلاء. الآن هم ينظرون إلى ماذا؟ احتمالات في درجات عالية في منازل الناس. نظروا أولا إلى مكانة الصحابة، ونظروا إلى من نشأ في طاعة الله من صغره إلى أن مات وهو على ذلك. فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء يعني غير هاتين الصفتين أو غير هاتين الخصلتين، ذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما تحدثوا به بعد نهوضه صلى الله عليه وسلم، أخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. سعيد بن جبير رحمه الله ساق هذا الحديث بتمامه من أجل هذه اللفظة لا يسترقون، من أجل هذه اللفظة لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم، لا يمنع ذلك أن يرقي نفسه أو يرقى بدون أن يطلب، لكن لا يسترقون، لا يذهب يطلب من الناس أن يرقوه، لا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم. لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين، وجاء في رواية لمسلم ولا يرقون، جاء في رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام هذه الزيادة يعني في مسلم لا يسترقون ولا يرقون، زيادة ولا يرقون، قال شيخ الإسلام هذه الزيادة وهم من الراوي، هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا. وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال شيخ الإسلام والفرق بين الراقي والمسترقي، والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن، والراقي محسن. وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم. إذن لفظة لا يرقون هذه ليست ثابتة، الثابت فقط لا يسترقون، والسين في لا يسترقون سين الطلب أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وذلك لتمام ماذا؟ توكلهم على الله سبحانه وتعالى، لتمام توكلهم على الله. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون أي لا يطلبون من يكويهم، والكي مباح لكن أيضا خلاف الأولى كما يدل على ذلك هذا الحديث، ولا مباح شفاء، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها كية نار
هذا من الشفاء وهو مباح، لكن خلاف الأولى لما فيه من الأذى للبدن. قال ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بالطير ونحوها، وهذا ينافي التوكل، وسيأتي معنا باب فيه في ذم التطير. قال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون أي أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها، والأمور التي خلاف الأولى مع حاجتهم إليها لتمام ماذا؟ لتمام توكلهم. وهذه الصفة وعلى ربهم يتوكلون هي الصفة الجامعة لما قبلها، وما قبلها راجع إليها، راجع إلى هذه الصفة. قال فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، صحابي جليل، وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم، فقال أنت منهم، بشره بأنه من 70,000، بشره أنه من 70,000، وقد قتل رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله. وفيه دلالة على جواز طلب الدعاء من الفاضل، لأن عكاشة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له، فهذا يدل على جواز ذلك. قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر أبهم، لم يذكر اسمه لأنه لا حاجة إلى ذكر اسمه، وإنما الحاجة إلى الذي حصل فقط. أما عكاشة فالحاجة قائمة لذكر اسمه، ولهذا ما قيل قال رجل ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم، الحاجة قائمة حتى ندرك ماذا هذه الفضيلة لعكاشة رضي الله عنه. أما الآخر لم تكن هناك حاجة لمعرفة من هو، لكن كان الحاجة قائمة إلى معرفة الذي حصل. قال ثم قام رجل آخر أبهم لم يذكر اسمه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. هذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في سد للذريعة، لأن الآن إذا هذا الرجل قال ادعو الله أن يجعلني منهم وقال له أنت منهم لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه منهم، سيتتابع ماذا الناس، يتتابع الناس إلى أن يطلب ما إلى أن يطلب من قد لا يكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة سدا للذريعة، سدا للذريعة لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا فيرد. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. هذه الترجمة فيها مسائل، مسائل مستفادة من النصوص التي ساق رحمه الله تعالى في الترجمة. المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، وأنهم في التوحيد على مراتب، منهم من حقق التوحيد أي كمله أتى به تاما ووافيا صفاه من الشوائب، شوائب الشرك والبدع، وهذا القسم من الأمة يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. ومن الأمة من يدخل من الأمة من أهل التوحيد من يدخل النار بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبه ومعاصيه التي يدون الكفر
بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا أهل التوحيد على مراتب، على مراتب، منهم من عنده أدنى في هذه المرتبة، ومنهم من حقق التوحيد وكمله، وبين هاتين المرتبتين مراتب عديدة. نعم. قال رحمه الله: الثانية ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيقه؟ هو تقدم الكلام على معناه. تحقيق التوحيد تصفية التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. نعم. قال رحمه الله: الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وذلك في قوله ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، فهذا فيه بعد إبراهيم، البعد التام الكامل عن الشرك وتبرؤه من الشرك وتبرؤه من المشركين. نعم. قال رحمه الله: الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. ثناؤه على سادات الأولياء أي في الآيات الكريمات، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك أي في الآيات الكريمات من سورة المؤمنون، وفيها كما تقدم ذكر لصفات المؤمنين الكمل، فذكر سبحانه وتعالى من صفاتهم، قال: والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، ففيه ثناء الله على سادات الأولياء بالسلامة من الشرك. نعم. قال رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، لقوله في الحديث: لا يسترقون ولا يكتوون. والمراد بالرقية أن يطلب من يرقيه، يطلب من يرقيه، والمراد بالكي أن يطلب من يصنع بها الكي أو يفعل به الكي للعلاج. فلا يسترقون ولا يكتوون، وذلك لما في هذه الأمور من التفات القلب إلى الغير، التفات القلب إلى غير الله عز وجل، فمن تمام توكلهم تجنبهم لهذه الأمور التي فعلها خلاف الأولى، وإلا فهي جائزة، الاسترقاء جائز والكي أيضا جائز. نعم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. كون الجامع لتلك الخصال، الخصال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، الجامع لهذه الخصال هو التوكل، هو التوكل، لقوله في الحديث: وعلى ربهم يتوكلون، أي من تمام توكلهم وكماله تركهم لهذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله: السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك، أي لم ينالوا ذلك الذي هو الدخول الجنة بدون حساب ولا عذاب إلا بعمل، لكن أخذوا يتفكرون في نوع العمل، فبعضهم ظن أن العمل الصحبة، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم ظن أن العمل الولادة في الإسلام والنشأة على الإسلام والاستقامة على الطاعة إلى الممات. فهذا يدل على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: الثامنة حرصهم على الخير. نعم، لأنهم حرصوا على معرفة أعمال أولئك، حرصوا وأخذوا يبحثون ما هي أعمالهم، فهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. قال رحمه الله: التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فضيلة هذه الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالكمية يعني العدد، والكيفية أي الصفات. أما الكمية فقد تقدم أنهم أكثر الأمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، هذا من حيث الكمية العدد.
ومن حيث الكيفية أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، واستزاد الله عز وجل فزاده مع كل 1,000 70,000، فهذا فيه فضيلة الأمة بالكيفية. نعم. قال رحمه الله: العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. فضيلة أصحاب موسى لما تقدم معنا في الحديث، قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننتم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. قال رحمه الله: الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. عرض الأمم عليه كما تقدم في الحديث: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، والمراد أن الله عز وجل أراه أمثالها إذا جاءت يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. وهذا واضح في الحديث، لأن يقول: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، فهذا واضح أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. قلة من استجاب للأنبياء، هذا أيضا واضح، النبي معه الرجل، النبي معه الرجلان، النبي ليس معه أحد. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد، يعني من الأنبياء لم يجبه أحد، يأتي وحده، ولهذا قال في الحديث: ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني يأتي وحده يوم القيامة. قال رحمه الله: الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم، ثمرة هذا العلم، علم التوحيد والعلم المستفاد أيضا من هذا الحديث العظيم، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وعدم الزهد في القلة. أما عدم الاغترار بالكثرة، فالآن لما تنظر يأتي النبي معه الرجل، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرهط، العبرة بالكثرة أو بحقيقة العمل؟ فلا يغتر الإنسان بالكثرة، والله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت وقليل من عبادي الشكور. فقال: ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الآن لو يطبق الإنسان في هذه القاعدة في زمن أولئك الأنبياء، يجعل الاعتبار الكثرة ويزهد في القلة، ماذا، من سيتبع؟ سيتبع الضلال والشرك والباطل. فإذا على الإنسان أن لا يغتر بالكثرة ولا يزهد في القلة، وإنما يعرف الحق ويجتهد في معرفة الحق، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. قال: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. العين معروفة، إصابة الإنسان آخر بعينه، والعين منها ما يدخل القبر ويمرض ويسقم. العين حق كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والرقية من العين نافعة جدا، وكذلك من الحمى، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى وأنفع. وليس معنى ذلك أن بقية الأمراض لا يرقى فيها المريض. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة عمق علم السلف، لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. السابعة عمق علم السلف، عمق علم السلف، لقول سعيد بن جبير
رحمه الله لحسين بن عبد الرحمن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، حدثه بحديث آخر. وعلم بذلك أن الحديث الذي ذكره لا يخالف الحديث الذي أورده حسين، بل يرشد إلى درجة ماذا؟ الكمال والدرجة الأولى والأفضل. نعم. قال رحمه الله: 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. لأن حسين رحمه الله استدرك لما قال أنا رأيت الكوكب، استدرك قال أما إني لم أكن في صلاة، فهذا فيه بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم. قال رحمه الله: 19 قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن رضي الله أنت منهم، هذا علم من أعلام النبوة، لأن عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا في سبيل الله، قتل شهيدا في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: 20 فضيلة عكاشة رضي الله عنه. نعم، هذه منقبة من مناقب عكاشة رضي الله عنه، منقبة عظيمة، بل هي من أجل مناقبه، أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه من الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يكرمنا بذلك، وأن يجعلنا ممن يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، فضلا منه ومنن. نعم. آمين. قال رحمه الله: 21 استعمال المعاريض. استعمال المعاريض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام الرجل الآخر، وقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. وهذا مثل ما تقدم فيه سد للذريعة. نعم. قال رحمه الله: 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لما يقول له لست منهم أو نحو ذلك من العبارات، وإنما جاء بهذه العبارة اللطيفة الجميلة: سبقك بها عكاشة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. آمين. ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله.
اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك أن تجعلنا أجمعين من محققي التوحيد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.